جبت برواز عاوز اوريه لكم، اشتريته من واحد اسمه ابو رشا كده، ربنا يرحمها كانت بتشتري من عنده حاجات كتيره قوي. المهم ان انا رحت له وكان عاجبني البرواز ده، هو برواز انتيك خشب، انا ما شفتوش خالص، انا نسيت شكله فانا هشوفه معاكم دلوقتي. فالمهم ان انا قلت له انا من تبع الحاجه فوزيه مسعيد، قال لي بجد وكده، يا انت فكرتني بايام زمان ربنا يرحمها وكده. وبعد كده انا بحسبه ان هو هيفاصل معايا بقى، ان هو هيوجب معايا. فالمهم انت قال لي علشان انت تبع مسعيد فانا هغلف لك البرواز بالجرنوط. اتكلم معاكو على جمال اللفه، فكتر خيرك يا ورا. المهم انا ناسيه شكله فتعالى نفتحه مع بعض. بصوا معايا كده نفتح مع بعض البرواز، انا ناسيه شكله خالص. بصوا المفروض ابص انا افتح كمان البلاستيك ده اهو. هي لوحة كأنها مرسومة بالألوان، بس أنا مش جايباها عشان اللوحة، أنا جايباها عشان الفريم ده. شايفين الخشب ده؟ خشب خشب ممكن يتعلق من الظهر في بتاع كده. ولو قلت لكم أنا فرحانة بالبرواز ده علشان اشتريت من حتة تيتا كانت بتشتري منها، فربنا يرحمك يا تيتا.